الاحتجاج سيدي الدواعي ديالو هو مع عدة مراسلات بالسلطات المحلية بالمدينة المحمدية ولا أداني صاغية لهذا المطلب ديال هذه السكينة. هذه السكينة اللي أصبحت تعيش في قبور في جحور، غدا ولا بغدا غطيح عليهم شي دار، بأن هذه الديور أصبحوا آلية للسقوط من يوم لآخر. وكنحمل المسؤولية إلى جميع السلطات المحلية بمدينة المحمدية عدة رسالات، عدة مراسلات، عدة لقاءات بدون جدوى. ولهذا سكان المحمدية وسكان دو فريغو بعد عدة اجتماعات قرروا وقفة احتجاجية كل يوم خميس إلى أن يتحل هذا المشكل. إلى ما تحلش هذا المشكل حنا غنديروا مسيرة للعمالة. ولهذا باننا كنطالبوا بتسويه الوضعيه السكنيه الله غير لائقه لهذه السكينه، بانها الدور المساحه اغلبيه المساحه ديالها في 41 متر مربع، وكل المساحه فيها اقل ما فيها تسعاده الافراد، واللي عنده ولد وبنت كي غيدير ليها؟ يخرجها بالراحه، يدخل يبدو يبدل حوايجه ويدخل البنت عاوتاني، هذا راه عار. واش عباد الله واحد ساكن في مدينه وحنا ساكنين في باص سرديل راه عار؟ هادشي راه ماشي معقول. واش عباد الله صلحتوا السور وخليتوا الديور؟ خموا في الديور عاد باش نزلوا السور.
ولا هذا حيت غتنهبوا فيه؟ هادو ما غتنهبوا فيهم والو، كفانا كفانا. القطره فينا، البرد فينا، القصدير القصدير علينا كيتقطع وقال الله يرحم والديك. حنا يديروا لينا حل هاد الديور. خويا انا فاعل جمعوي كنشط بجمعيه المدينه العتيقه للتراث والتنميه الاجتماعي والتواصل. حنا كجمعيه كنساندوا هاد الناس ديال ديور فريكو بالجمعيات ديالهم بالساكنه ديالهم والدواعي ديال الاحتجاج ديالهم، وما كيطالبوش شي حاجه اللي كثيره، كيطالبوا حبس كان لائق. انت بالنسبه لهم هما كوليدات، هما وليداتهم والافراد العسره ديالهم. وكيف كنعرفوا حنايا هاد الناس دابا راه كاينه واحد 60 عام ولا 70 عام باش كنعرفوهم، باش كنسمعوا والدينا كيهضروا على قبل هاد الناس، فهمت؟ وهما ما خلاو فين مشاو، ما خلاو فين دفعوا وعياو، ما يهضروا عياو. كنطلبوا من الناس المسؤوله، لا الناس مسؤوله لا من المجلس ولا من العماله ولا من رئيس مجلس العماله، كنطلبوا منهم باش يوقفوا مع هاد الناس يديروا لهم شي حل. لان لا يعقل، لا يعقل حي كاين وسط القلب النابض ديال مدينه المحمديه اللي هي مدينه الزهور، وباقي الناس ما بانينش، باقي عندهم البراكه، باقي عندهم قزيره الفول. الفاصل 31 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 الف